صباح الخير فخامة الرئيس، سعيد ومبسوط ان انا واقف قدام حضرتك النهارده، ويا رب ما يقطعها عاده لحضرتك ودايما وسط ولادك. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير ايتها النجمه الاميره تاليا. صباح النور. ايه الاخبار تاليا؟ انت كبرتي جدا يا تاليا، انت كبرتي جدا، بقيتي عروسه خلاص. عايزه تصبحي بقى طبعا على سياده الرئيس. طبعا. اتفضلي. صباح الخير يا سياده الرئيس. صباح النور يا جميله، حضرتك وحشتني جدا. وانتي جدا والله. ايه الاخبار؟ كويس؟ انا بخير طول ما انت بخير، وطول ما انتوا بخير، وطول ما انتوا راضيين. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم امين. ها سيبها تتكلم، سيب تاليا تقول. هنقول كلام كتير. قول يا تاليا. ها جاهزه وصحية ولا هتعمليها فيا زي السنه اللي انا ما بقاش فيا اعصاب؟ طبعا ما تخافش. انا صاحيه الحمد لله، اصل انت صعبت عليا المره اللي فاتت. الله يكبر بخاطرك يا شيخه، اهو ده الكلام. فايقه يعني؟ ايوه فايقه. طب انت بقى فايق يا ابراهيم يا فايق. الله 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 الله. انت بتقفي عليا بقى كمان، خلاص بقينا نجوم ودمنا خفيف. ماشي يا تاليا، انت حر. بقول لك ايه يا ابراهيم؟ اتفضلي. انا عايزه اقول نكته. نعم اقول نكته؟ احنا ما اتفقناش على كده، ده انا لسه قولي النكته. اعصابي دي توريطه. قولي وضحكينا يا تاليا. خلاص قولي، ده فخامه الرئيس بنفسه بيقول لك قولي، بس قولي نكت من اللي ينفع تتقال. ماشي. ابوس ايدك السكر. ماشي. اتفضلي. بيقول لك ليه الهرم الاكبر لونه اصفر؟ ليه؟ من خوفه. حلوه يا تاليا. اقول لك واحده ثانيه؟ الله تاني؟ بس بشرط تطلع احلى من الاولانيه. ماشي يلا. بيقول لك مره ايس كريم وقع من الدور العاشر، عارف قال ايه؟ قال ايه؟ الحسونه. طيب عايز واحده كمان؟ واحده كمان؟ لا كفايه كده، تعالي نتكلم جد شويه بقى. ماشي. عايزين بقى، احنا النهارده في قادرون باختلاف، وموجود فخامه الرئيس بنفسه. عايزه تطلبي ايه النهارده من سياده الرئيس؟ اطلب طلب من حضرتك يا سيادة الرئيس، ممكن؟ تحت أمرك. أنا اتفرجت على فيلم كرتون أجنبي وكان معمول بوصف الصوت معمول مخصوص للمكفوفين، ممكن في الأفلام والمسلسلات والكرتون العاديين يتعاملوا بنفس الطريقة دي علشان نعرف نتبسط بيهم إحنا كمان، ممكن؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التضامن، الجامعات المعنية والشركات اللي عندها القدرة ديت، احنا مستعدين. وده اكيد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى هيبقى ان شاء الله هنعملها. ان شاء الله هنعملها. ان شاء الله بإذن الله. عايز اقول لحضراتكم الاوديو ديسكريبشن ده اصبح معمول بيه في كل التطبيقات، وان شاء الله بإذن الله بتوجيهات فخامة الرئيس يكون موجودة في مصر. عايزة تقولي ايه تاني ايتها الاميرة؟ طبعا عايزة اقول لسيادة الرئيس حاجة. اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا، وكنت مبسوطة ان انا كنت مع حضرتك السنة اللي فاتت ومع حضرتك السنة دي، وشكرا جدا فخامة الرئيس. ده انا اللي بشكرك يا تاليا. استني يا تاليا، استني استني استني. انا اللي بشكرك، وسعيد قوي ان انا بشوفك ان السنة دي بخير، وانك انت كبرتي وبتقولي حاجات جميله وبتعلمينا، ودايما تعلمونا. علمينا يا تاليا وفهمونا، علمونا وفهمونا، فما تبخليش يعني. لكن انا سعيد، وهبقى سعيد اكتر لما اشوفك ان شاء الله. والله يعني دايما يعني يبقى كل حد لما بيشارك في الحفله دي فعلا بيكون مبسوط انه قدام فخامتك يا سيادة الرئيس. ربنا يخليك يا تاليا، وكل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وحضرتك بالصحة والسلامة ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. يلا نعمل باي باي كبيرة بقى. باي باي. باي 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 يا جميلة. باي باي يا جميلة. باي. مع السلامة يا حلوة.